السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بجاية لنقف على الأشغال تاع طريق السيار اللي يربط مدينة بجاية وميناء بجاية بطريق السيار الشرق على مستوى ولاية البويرة، واللي نعرف أن الشطر اللي جاي في الولاية تاع البويرة راه اكتمت الأشغال به إلى حدود يعني أنفاق نتاع سيدي عيش، وما يتبقى من الطريق السير هذا إلا الجزء الواقع ما بين مدينة سيدي عيش و إذن مدينة بجاية، على امتداد حوالي دوك نشوف البعد هذا ما بين سيدي عيش ومدينة بجاية. إذن نشوف هنا المدينة تاع سيدي عيش هنايا، و بجاية حوالي 40 كيلومتر، إذن هي الجزء المتبقى من طريق السيار اللي يربط إذن ميناء بجاية بطريق السيار شرق غرب. و في الجزء هذا فيه بعض الأجزاء قد تمت الأشغال بها، كما نشوف هنا الجزء هذا هنايا انتهت الأشغال به، وكذلك الأشغال على مستوى أنفاق تاع سيدي عيش. هنا نشوف أن المدخل تاع النفق تاع سيدي عيش هنايا، نشوف المدخل هنا تاع النفق تاع سيدي عيش، ونشوف أن الطريق السيار من الجهة هذه يعني اكتمل. وللعلم أن الصور هذه عندها حوالي 8 أشهر، ما عندناش صور جديدة تاع يعني التحيين تاع الصور تاع جوجل، اسمع آخر تحيين يعود إلى الشهر السادس من 2000، شهر الثامن من 2022، إذن يعود إلى حوالي 8 شهور. وهنا نشوف أنه بعض الأجزاء وين كان تجمعات سكنية ما زالت الأشغال ما فيها، يعني الرواق ما زال ما هوش مفتوح كما هنا، لكن بلا ربما تكون فيه الأشغال قد تمت في الشهور الأخيرة هذه. على كل حال عندنا الصور، آخر صور نتاع الطريق هذا، نشوف لي هنا نشوف باللي الطريق هنا مكتمل، آخر صور نتاع الطريق هذا اللي الأشغال هذه تاع الصور هذه تعود للأسبوع هذا، عن آخر الأشغال التي تمت في الطريق هذا. ونشوف هنا الطريق هنا اللي هذا يعتبر موازي للطريق القديم اللي جاي هنا، الطريق القديم تاع بجاية البويرة بجاية. إذن هذا الطريق الجديد، الأشغال هنايا يعني لو رجعنا إلى مدة 8 أشهر، الرواق كان حابس هنا، كان حابس هنا على مستوى المدخل نتاع مدينة بجاية. إذن هذه هي الحالة تاع الأشغال. نخليكم تتابعوا الصور كما قلنا، الصور اللي أخذت هذا الأسبوع عن الأشغال يعني المتواجدة في الشطر هذا، الشطر الأخير يعني بالقرب من مدينة بجاية. نخليكم تتابعون، والسلام عليكم.